مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء حارة في معظم إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وهناك زخات رعدية من الأمطار في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وبعض الأجزاء من الغربية حتى تصل إلى منطقة مكة المكرمة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 40 العظمى والصغرى 26، الشمالية الشرقية 43-32، والمنطقة الشرقية 43-32، والمنطقة الوسطى والرياض أجواء غائمة جزئيا وحارة، وأيضا زخات رعدية من المطر احتمال أحيانا أنه تحدث هذه الحالة خاصة في فترات ما بعد الظهر والمساء والليل. العظمى المتوقع 44 والصغرى 34، المنطقة الغربية 37-32، والجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر، العظمى 22 والصغرى 16. يوم الاثنين استمرار الأجواء حارة في المناطق الشمالية، أكثر حرارة في المنطقة الوسطى والشرقية، الشمالية الغربية العظمى 39 والصغرى 27، الشمالية الشرقية 43-31، والمنطقة الشرقية 42-32، والمنطقة الوسطى غائمة جزئيا 44-34، وأمطار في المنطقة الجنوبية والغربية حتى في منطقة مكة المكرمة، المنطقة الغربية 38 والصغرى 33، والمنطقة الجنوبية زخات رعدية 22-16 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة بيكون واضح في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، وبتستمر الأجواء حارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى 40 والصغرى 27، الشمالية الشرقية 43-30، وأجواء شديدة الحرارة في المنطقتين الشرقية والوسطى العظمى 45 والصغرى في المنطقة الشرقية 32 والصغرى في المنطقة الوسطى 35 درجة مئوية، وأجواء مغبرة في المنطقة الغربية وغائمة جزئيا وزخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 37 والصغرى 32، والمنطقة الجنوبية الغربية الأجواء غائمة جزئيا وزخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية. وتستمر الأحوال كذلك يوم الأربعاء، أجواء حارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى 41 والصغرى 26، الشمالية الشرقية 43-31، والمنطقة الشرقية 43-33، والمنطقة الوسطى 44-33، وزخات رعدية بمطر في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، وأيضا أحيانا بتكون مغبرة خاصة في المنطقة الغربية من المملكة وبالذات قبل الهطول، والعظمى بتكون في المنطقة الغربية 37 والصغرى 32، الجنوبية الغربية 24-16 درجة مئوية. يوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الغربية، العظمى 37 والصغرى 25، وأجواء حارة في المنطقة الشمالية الشرقية 40-28، أجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 44 العظمى والصغرى 35، شديدة الحرارة في الوسطى 45-34، وأجواء غائمة جزئيا وحارة في المنطقة الغربية 37-32، وأجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من مطر في المنطقة الجنوبية الغربية 22-17 درجة مئوية.
أيضا بتستمر الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الشمالية الغربية مع انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة. هذه بتكون حارة نسبيا في النهار ومعتدلة ليلا، العظمى المتوقعة 36 والصغرى 24، لكن أجواء حارة في الشمالية الشرقية 39 إلى 28، وأيضا أجواء حارة في المنطقة الشرقية 42 إلى 33 مع ظهور بعض السحب، وأيضا المنطقة الوسطى 43-33 أجواء حارة مع ظهور بعض السحب، وكذلك أجواء أيضا حارة في المنطقة الغربية 37-31 مع ظهور بعض السحب، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية وزخات رعدية من مطر أحيانا خاصة في فترات مع بعض الظهر والعصر والمساء، والعظمى المتوقعة 24 والصغرى 17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.